اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس، تنتخبه البدايه من موجز لاهم الاخبار الخاصه بالانتخابات. يستعد العراق في 18 من الشهر الجاري لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف دام نحو 10 اعوام لانتخاب ادارات محليه جديده للسنوات الاربع المقبله. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنها استكملت كل إجراءات الانتخابات، فضلا عن أنها أجرت عدة عمليات محاكاة للتأكد من خطوات إجراء عمليات الاقتراع والتصويت قبيل انطلاق سير الانتخابات. في غضون ذلك، أكد مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان إن الأجهزة الانتخابية الحساسة ستنقل إلى مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات المحلية قبل ساعات من بدء التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة. وحول تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها، أوضح سلمان إن توزيع البطاقات البيومترية للناخبين سيتوقف يوم 15 كانون الأول الجاري، أي مع بدء الصمت الانتخابي، ويمكنهم تسلم البطاقات لاحقا في يوم الاقتراع. أمنيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني جاهزية خطة تأمين يوم الاقتراع، فيما أشارت إلى منع سير عجلات الحمل ذات الحمولة أكثر من 5 طن والدراجات النارية بدءا من يوم الاثنين. رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي قال إن خطة تأمين الانتخابات لا تتضمن قطع الطرق أو فرض حظر على التجوال ولا غلق المطارات أو المعابر البرية، وهذه رسائل اطمئنان للمواطن، مشيرا إلى أن القادة الميدانيين تم منحهم صلاحية لاتخاذ ما يرونه من إجراءات مناسبة في حال حدوث طارئ أو حسب الحاجة. من جديد أحييكم مشاهدينا وأرحب بضيوف هذه الحلقة، كل من المرشح عن قائمة إبشر يا عراق السيدة أنسام محمد حسن. أهلاً وسهلاً بجنابكم الكريم، وأيضاً أرحب بالمرشح قائمة إبشر يا عراق السيد وسام حكمة الجبور. أهلاً وأهلا وسهلا بجنابكم وآخر الضيوف عن ائتلاف دولة القانون المرشح السيد حسام حسون الربيعي. إذن أحييكم من جديد وأسمعكم بالتراتبية، لكن راح نبدي بداية من أستاذ حسام وأسأل عن برنامجكم الانتخابي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ومن خلالكم لمشاهديكم الكرام. أعرف أولا عن نفسي، المهندس حسام حسون الربيعي، حاصل على الماجستير في الهندسة البيئية من جامعة بغداد، مرشح عن ائتلاف دولة القانون بالتسلسل 34. الترشيح لمجالس المحافظات كما هو معروف، مجالس المحافظات هي مجالس خدمية. اليوم نحن تشرفنا بدعم إخوتنا لكي نترشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون لمجلس محافظة بغداد. برنامج الانتخابي هو برنامج ذو طابع خدمي يرتكز على نقاط أساسية. هذه النقاط تنقسم إلى قسمين، قسم خدمي وقسم تشريعي. باختصار شديد، بالنسبة للقسم الخدمي تركز على الاعتماد على الاستثمار في توفير الوظائف للشباب، هذا رقم واحد. طبعا هو البرنامج مستقى من البرنامج العام لائتلاف دولة القانون، ولكن للمرشح الحق في اختيار النقاط التي يمكن أن يبدع بها. وإشارة إلى عملنا والنشاطات التي نعمل بها، انطلق منها برنامجنا الانتخاب. أعود مرة أخرى، النقطة الأولى هي في جانب الاستثمار، وهو النقطة مهمة جدا في الاستفادة من المشاريع الاستثمارية بتوفير الوظائف للشباب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الاعتماد على الركائز والدعم المجتمعي. اليوم عضو مجلس محافظة بغداد لا يمكن أن يغطي محافظة بغداد بالكامل، ولكن بإمكانه أن يتواصل مع كل
شعب محافظة بغداد من خلال الاعتماد على ركائز وهم أناس ثقات يعمل معهم خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي يمكن أن يتواصل معهم بعد فوزه بإذن الله تعالى. هذه الركائز أو هذه المرتكزات راح توفر له تواصل حقيقي ويا المناطق اللي يسكنون بها. طيب خلينا ننتقل لأستاذ وسام وأحييك من جديد، وأيضا نبدأ عن برنامجكم الانتخابي في أبشري عراق. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية تحية طيبة لكم ولمشاركات الأيام، نشكركم على حسن الاستضافة. المرشح وسام حكمة سلمان الجبوري حاصل على شهادة البكالوريوس في الآداب قسم الترجمة، وحاليا مقبل على الماجستير وطالب قانون مرحلة ثالثة في الجامعة المستنصرية، وأنا حاليا مدرس في وزارة التربية. يعني من خلال العمل مالتي يعني البرنامج الانتخابي، أول ما ألخص أو أركز على الجانب التربوي، التربية في بغداد تفتقر. مجالس المحافظة هي مجالس خدمية بالأصل، مجالس تشريعية لها صلاحيات تشريعية وإدارية وقضائية وخدمية. بغداد تحتاج المركز والأطراف تحتاج إلى خدمات. بغداد خلال مرحلة 20 سنة السابقة عانت ما عانت من خدمات. برنامج انتخابي يحاول أو نحاول إيصال الفكر المواطن أنه إرجاع الثقة بين مجلس المحافظة وبين المواطن اللي انفقدت هاي الحلقة وتعتبر حلقة زائدة، لكن مجالس المحافظة هي موجودة وفق الدستور، موجودة لا تلقى إلا بقرار دستوري، فإعادتها يعني إعادة ثقة للمواطن وخدمة المواطن. المواطن بجميع تفاصيله القطاعات كثيرة والصلاحيات كثيرة، لكن المحافظة لها صلاحيات وعليها عليها التزامات، هي تعتبر جزء من السلطة الاتحادية، اتصال بعض الوزارات الخدمية، وزارة الأمنية، وزارة السيادية. المواطن يحتاج إلى عمل، هيئة الاستثمار موجودة، توفير فرص العمل. احنا نناقش جميع القطاعات، احنا بنقول هسه الجانب التربوي تفتقر إلى بيئة تربوية، الجانب الصحي تفتقر إلى بيئة صحية، فرص العيش، الوضع الاقتصادي غير جيد، مسألة الدولار، هاي مو اختصاصنا، لكنه تمس حياة المواطن. طيب. لازم نوصل المواطن انه احنا نكون جزء من حل بالمرحلة المقبلة ان شاء الله. نشوف الحلول اللي ترفعها لنا ست انسام، احييكم من جديد، وايضا اود ان اسمع نبذة عن برنامجكم الانتخابي. السلام عليكم، اشكركم على الاستضافة. اولا انسام محمد المالكي، ماجستير إدارة أعمال وطالبة دكتوراه، موظفة في وزارة الموارد المائية. أهم خطتي هي الاهتمام بالشباب أولا. طيب. شريحة الشباب، القضاء على البطالة، الاهتمام بمواهبهم وتنمية قدراتهم، صنع دورات، يعني فتح مجالات كثيرة عديدة لاستقطاب الشباب. القضاء على التمايز بين الموظفين. أكو وزارات يعني فارق شاسع بين موظفين الوزارات. عندنا شريحة كلش مهمشة اللي هم ذوي الدخل المحدود أو اللي ما عندهم دخل، اللي يسكنون العشوائيات، اللي متجاوزين. طيب. هذول يعني معاناتهم يعني تكسر القلب، يعني مثلا يقول لك لازم واحد الاهتمام بهم، حل مشاكلهم، يعني هواي اضافه الى الخدمات التربويه الصحيه. يعني احنا اليوم بغداد من تفترين بها يعني هواي تفتقر لهواي امور، يعني ايش قد ما اريد احكي يمكن ما خلينا نشوف الامور اللي تفتقر لها بغداد وفق تقرير معد ووفق احصاءات رسميه، وهذا التقرير راح يتضمن جملة من الأولويات للمواطن بالعاصمة.
إذا أحييكم من جديد ضيوفي وتقريرنا عن بغداد كونكم مرشحين عن العاصمة. أستاذ حسام، يمكن ذكرت موضوعة الاستثمار والطاقات الشبابية، لكن أكو مشاكل عديدة اللي هي أزمة السكن، البطالة، العشوائيات، التلوث البيئي والتضخم النقدي. وإن قال أستاذ وسام أنه مو اختصاصنا التضخم النقدي، لكن وجود حلول بديلة هو واحدة من المهام الوطنية بغض النظر عن كونها مهمة مجلس محافظة، وبدور أيضا خدمي تشريعي ممكن يرفع توصيات للجهات الرقابية والتشريعية الأخرى. نعم، أولا ما تحدثت عنه كان نبذة عن البرنامج. البرنامج يتكون من عدة نقاط أخرى نتركها إن شاء الله، يعني موجودة على صفحتنا الشخصية بالفيس، راح نسولفها بالوقت المتبقي إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما اللي تفضلت به، بالتأكيد يجب على كل عضو مجلس محافظة أن يعي صلاحيته وما يمكن أن يتحرك عليه. اليوم عضو مجلس المحافظة لديه صلاحيات خدمية وصلاحيات تشريعية. صلاحيات الخدمية حقيقة مرتبطة بالجهة التنفيذية اللي هي محافظة بغداد، وكذلك صلاحيات الرقابية على محافظة بغداد وأيضا على أمانة بغداد. إذن عضو مجلس المحافظة لا يمارس تقديم الخدمات بنفسه، ولكنه يدل عليها، بمعنى أنه اليوم مجلس محافظة بغداد حينما يلتئم يصوت على محافظ بغداد ويصوت على الدوائر المهمة المرتبطة بمحافظة بغداد. من هنا يبدأ العمل. حينما يكون عضو مجلس المحافظة واثقا من نفسه، متمكنا من مسؤولياته، ولديه القدرة العلمية والمهنية، فسيبدع في هذا الدور وعليه سيجد الحلول. يعني اليوم قد تكون الحلول القانونية متاحة ولكن غير منتبه لها عذرا من قبل صانع القرار في المحافظة أو في مجلس المحافظة بعد الانتخابات. وعليه معولنا الكبير والكثير على أعضاء مجلس محافظة بغداد حينما ينتخبون بإذن الله تعالى، لابد أن يعملون بشكل دؤوب لتنفيذ هذه المهام المناطة عليهم. طيب أستاذ وسام، المهمة أمامكم والتركة ثقيلة بمجلس محافظة، إن تأهلتوا بتوفيق من الله، وما أعرف أي المشكلات اللي موجودة بتقريرنا هي أولوية تضاف لبرنامجكم تشوفها؟ احنا اولا يجب ان يعرف المواطن البغدادي حصرا، نقول بغداد 9 مليون، يجب ان يعرف اهالي بغداد ان المحافظه هي سلطه اداريه، جزء من السلطه المركزيه، لها سلطه ماليه واداريه مستقله، لها قرار مستقل، لها سياسه ماليه ترسم، لها مشاريع خدميه تقدم، عضو مجلس المحافظه ما يقدمها بنفسه. مجلس المحافظه الى جزء من الدولة ومن خزينة الدولة، إذا كان داخل المحافظة إلى ضرائب تفرض، هو إلى استحصالها، إلى من المنافذ حصة من النفط، على كل برميل نفط المحافظة إلى حصة. طيب. 5 دولار إذا مكرر أو غير مكرر. مجلس المحافظة عنده سلطة وهي السلطة الأمنية والقرار الأمني إلها موجود. المحافظة هي تجيبها تنتخبه، ونفس الوقت هي بناء على طلب ثلثي الأعضاء تقيلة بالأغلبية، وإذا مجلس المحافظة أو الأعضاء لهم القرار ايضا، انه ممكن نقول الحريه عامه، لكنه المحافظه لها جزء انه تقيد من حريه الافراد، بعض الافراد اذا كانت تاثر على السلم الاهلي والاجتماعي. طيب هاي كلها موجوده. المحافظه شنو لها ايضا؟ رسم السياسه عندك انت مجلس محافظه، استثمار عندك امانه بغداد، المركز الامان الاطراف المحافظه. اكو تقاطع بالصلاحيات، المفروض بالفتره المقبله يسن قانون حتى كل جهه تعرف ما لها وما عليها، وشلون تمس حياه المواطن. احنا بنقول هسه لازم نثقف المواطن انه بغداد تعتبر هي بيتك، لازم تحافظ عليها مثل ما تحافظ على بيتك. نلاحظ هسه بغداد احنا بيئة غير نظيفه، ملوثه، ها قانون التلوث ايضا المحافظه لها جزء من هذا. نقول احنا نهر دجله مثل او الاحياء او الشواقي ايضا، ليش ثقافه المواطن مع المحافظه اكو فقره مقطوعه، هاي لازم ترجع، وثقه المواطن بالمحافظه، مو دائما المواطن يكون احنا هاي حلقه مفقوده او فساد. ليش من اقالوا المحافظه وجمدوها اصبح الفساد اعلى والخدمه نزلت الى ادنى مستوياتها. طيب خلينا نشوف ست انسان تعقيبكم على تقريرنا واي المشكلات. ايضا ذكرتي انه موضوع طبقه العشوائيات وهذه شريحه، لكن اكو مشاكل ثانيه بالعاصمه تحتاج التفاته من قبلكم؟ اكيد اكو واقع الخدمات التربويه، الخدمات الصحية متدني كلش، يعني هسه المدارس الحكومية تعبانة كلش، الطلاب
اثقلوا كاهل اهاليهم، قاموا كلها تروح مدارس المعلم. بالضبط، كلها تروح مدارس اهليه. صارت المدارس يبتسم استاذ وسام الظاهر مثقل من هذه مساله الدوام. مس الشغله يعني احنا لازم يعني ننتبه لهالجانب هذا. طيب. نعالجه. الجانب الصحي مثل ما قلت لك، المستشفيات والمستوصفات، اذا تروحين للاطراف المستوصفات مفتقره لابسط شيء. يعني ذيك المره بالمدائن يقول احنا مستوصف، اذا تصير عندنا حاله طارئه ما عندنا دكتور، نروح له مثلا الساعه بالتسعة وماكو اطباء. يعني احنا على ما نوصل لبغداد المريض مالتنا يعني رايح ميت. داخل بغداد هم مريضنا عم ما يوصل للمستشفى بالازدحامات. بالضبط. وخلينا ايضا ننتبه لمساله الوقت، وراح ننتقل واياكم لفقره الدقيقتين واجابه محدده بوقت، وهو سؤال موحد للجميع وبالتناصف ايضا. ابدا معكم استاذ حسام. وهاي الاولويات اللي سولفنا بيها. ويمكن بدات بكلامك ببعض الاشارات الها. شنو اليوم ممكن يقدم واقعيا من خلالكم كاولويه في مجلس محافظه؟ تقصدين من ضمن البرنامج الانتخابي؟ طيب، وقيد التنفيذ يكون. نعم. انا لو كان الامر لي فالاولويات راح تكون بالشكل التالي: اولا محاوله ايجاد توفير فرص العمل من خلال الاستثمار للشباب، لانه مشكله البطاله قويه جدا. القضيه الثانيه موضوع البيئه من ضمن البرنامج الانتخابي وذكر في تقريركم. الموضوع الثالث موضوع تنظيم الرعايه الاجتماعيه وتوفير موارد ماليه للمحافظه من خلال السياحه، سواء كانت دينيه أو سياحة آثارية، وهذا متاح موجود في بغداد. وأخيرا تعظيم الموارد وتركيزها في محافظة بغداد، سواء كانت الموارد بشرية أو اقتصادية. إذن سؤالي أيضا لكم أستاذ وسام، مشاكل هواية لكن أولوية تحدد، وأيضا تكون قادر بها على إقناع الناخب اليوم أنه يتجه لصناديق الاقتراع. نبتدئ من الأستاذ. نعم. المحافظة لها سياسة مالية محددة يعني مستقلة، توفر الخدمات، ماذا تحتاج بغداد؟ إجراءات سريعة. هسه نقول احنا مثلا في بغداد أفضل الحلول الأول توفير العيش، لأنه وضع اقتصادي غير جيد، توفير فرص عمل سريعة، إيجاد حلول سريعة. طيب. الرعاية وغيرها، وأيضا مسألة هسه الاختناقات المرورية. احنا بغداد تعاني حاليا حملة إعمار، مجسرات وتقاطعات في بغداد. هل هو هذا صحيح؟ نعم، لكنه متأخر جدا، لكن توفير البديل ها أقل الضرر. بغداد تحتاج إلى تطوير بناء، تحتاج الى خرص كيك طرق، توفير مكان بديل، توفير شلون نقول احنا مجمعات سكنيه خارج العاصمه. العاصمه لا تتحمل بعد، لانه الكثافه السكانيه والزخم المروري وصل الى حده. المفروض هسه من هيئه الاستثمار من خلالكم نخاطبهم، توفير المشاريع خارج العاصمه، اولا احياء العاصمه واطرافها، ثانيا مص الزخم المروري ها، وانعاش المناطق، وتوفير فرص عاجله نقول للخريجين او الغير خريجين. الوضع الاقتصادي في بغداد سيء. مساله المتشردين بالشوارع، مساله المخدرات في المدارس، مساله الواقع الصحي، نحتاج في كل منطقه مو كل قضاء مستشفى، نحتاج مستشفى، مراكز تاهيل للشباب، مراكز نقول مدمنين المخدرات. الحركه في بغداد بعد الساعه 12 ليلا يعني عذرا يعني غير مقبوله. هسه يقول احنا ظهرت عندنا التيك توكات في بغداد، اصبحت هي مرتع ونقل وتعاطي المخدرات. نناشد وزير الداخليه من هنا انه اتخاذ الاجراءات السريعه. طيب. لانه الوضع من سيء الى اسوء. ذكرت انه مجلس محافظه لها ايضا جزء من القرار الامني، ويمكن هذا اذا وفقتوا لها لاحقا قد ترفعون بها توصيات. ست انسام، ايضا سؤال لكم، وايضا تزاحم الدعايات الانتخابيه والحملات تزاحم فكر المواطن اليوم. فأي الأولويات اليوم قادرة من خلالها تقنعين المواطن أنه يتجه لصناديق الاقتراع؟ والله هو يعني مفروض لازم نغير الواقع اللي إحنا تعبنا من عنده. بغداد صار 20 سنة إحنا أو العراق كله ما غيرنا شيء. المفروض يتوعون، ولو هسه مقاطعين هواية من تريدين تناقشهم يقول ما قدموا لنا شيء. طيب. بس المفروض هسه أنت ما قدموا، إحنا ما نظل ساكتين، نحاول نغير الموجود. زين اكمل ما قالوا زملائي، يعني اكيد هم بدوا بهواي امور. القضاء على البطاله يعني هسه حل سريع، انه ممكن نفتح المصانع المغلقه، المعامل،
نوجه الشباب هاي كلها عندنا طبقة وسطى، يعني مو خريجين ماجستير أو دكتوراه، خريجين الإعداديات والإعداديات المهنية، ممكن نشغلهم بالمعامل، المصانع المتوقفة عندنا هواي معامل، نشجع الزراعة، نشجع هواي أمور يعني القضاء على هاي يعني. إذا خلينا ننتقل للسؤال الثاني، وأيضا أبدأ وياك أستاذ حسام. نعم. وموضوعة الخدمات اللي هي ممكن بدأت الحكومة المركزية تعمل بهذا الجانب، لكن مثل ما ذكرت ست أنسام قبل قليل، 20 سنة وبغداد وأغلب المحافظات مهملة بها، تلكؤ أزقتها، شوارعها، خدمات صحية تربوية وما إلى ذلك. شلون قادرين أو شنو خطتكم لهذا الملف؟ نعم، ملف الخدمات ملف كبير يعتمد على مرتكزات أساسية. أول مرتكز بها هو المرتكز المالي. للأسف اليوم جانب الخدمة ما ممكن تقديم خدمة من دون توفر المال. نعم، لعله اليوم الحكومة العراقية لديها خزين مالي جيد، ولكن أيضا الاحتياجات كبيرة. اليوم مثل ما تفضلوا زملائي، أكو ارتياح شعبي إلى موضوع بناء المجسرات والطرق الجديدة، ولكن للأسف قضية اختناق العاصمة راح تقودنا للنقطة الثانية. احنا قلنا ابتداء توفر الجانب المالي، بعدها توفر الأرض، توفر المكان. اليوم مركز العاصمة بغداد مثقل، توجه نحو الأطراف، وفعلا يعني يوجد مثلا مشروع مدينة بسماية في أطراف العاصمة. كذلك أحيل من خلال الاستثمار قبل فترة مشروع مدينة الجواهر الجديدة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، ومن خلال هيئة الاستثمار الوطنية تم إحالة المشروع وسيبدأ به، ولكن تبقى التحديات كبيرة حقيقة. هنا يأتي دور مجلس محافظة بغداد. إذا تضافرت الجهود بالعمل مع محافظة بغداد تبدأ الحلول توضع، تبدأ المشاكل توضع وفق جدول زمني وتزمن تلك الحلول. نصل للنقطة الثالثة اللي هي تحديد الأولويات. إذن جانب مالي، مكان أو مساحة، وتحديد الأولويات. طيب. هاي مشكلة حقيقية قضية الأولويات، وشفنا بالسنوات السابقة على سبيل المثال نجد عمل في مجال ما وتصرف عليه أموال، ولكن هنالك مجالات أخرى أكثر أولوية منها. هذه الثلاث ركائز إذا جمعناها مع بعض فبإذن الله تعالى سنصل إلى خدمة جيدة. العدالة بالتوزيع، وخلينا نعدل أيضا بالوقت. طبعا. أستاذ وسام، أيضا موضوع الخدمات، ويمكن ابتسمت قبل شوية على الخدمات التربوية اللي أرقتك ومتعبتك، كذلك كاهل المواطن وكاهل التربوية، هذه أولى المشاكل يمكن بالعاصمة. ملف الخدمات مثل ما ذكر أستاذ حسام ملف كبير، شنو خطتكم؟ يعني أنا كمواطن هسه، مواطن بغدادي، أتجول في بغداد، أستاذ بالتربية من أروح، من ألاحظ أن الواقع التربوي مدرسة ما بيها البيئة التربوية، المرافق الصحية اللي تنمي عقل الطفل. إحنا المفروض نقول إحنا بناء الإنسان قبل الأرض، مو صحيح؟ نبني الإنسان من هو طفل حتى يكبر ويكون، يكون نبنيهن ثين نسوي إيه؟ لا، إحنا الأساس نبني المكان. نعم. موجود وأرض موجود، لكن الإنسان نبني. أنا من أجول بغداد وألاحظ خدمات ماكو، شوارع ماكو، ازدحامات، أطب مستشفى علاج ماكو، أطب مدرسة ما متوفر بيها، أطب دائرة حكومية، العمل الروتيني ها أتجول مشردين، أتجول ظواهر سلبية، ظواهر تمس حتى حياء المجتمع، مو صحيح؟ وأخلاق المجتمع، وإحنا مجتمع شرقي وإسلامي، نوبات الظواهر هاي تعكس ثقافة وإحنا مشكلة هسه فتحنا على العالم، المفروض ناخذ إحنا الشيء الإيجابي، مو صحيح؟ طيب. أقول أطمح أن أكون أني عضو مسؤولية، فمن أجل المواطن أقول أنا لسان حالك، أنا مواطن مثلك، كل شيء تطلبه أنا مثلك، بس أنطيني الشرعية السياسية والانتخابية والإدارية، وأطمح أنا ما أقول أني نقدم الحياة المثالية الوردية، لكن نحاول أنه نبدأ من البداية. ممكن إحنا نكمل ما ابتدأنا، وليجي ورانا يكمل ما أكملنا. إحنا نريد أن المواطن يعطينا الثقة ها، ويعزم وتوكل. يعني المقاطعة والمشاركة هاي لها ترى لها تأثير بالنتاج السياسي والخدمة واختيار الشخص. يجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. سؤال على هذا الموضوع، وخلي أنتقل لي ست أنسام. إذا في ملف الخدمات، وأنت أول ما بديت كلامك عن العشوائيات، عشوائيات، وأيضا مناطقنا اليوم تعاني، فبهذا الملف شنو خطتكم؟ والله خطتنا أنه بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة، وإسكان هذول الناس يعني الفقراء اللي قاعدين والسقف يخر عليهم، وبالشتاء بارد والصيف حارة، ما عندهم أقل مقومات الحياة المحترمة والعيشة الكريمة.
طيب. وهم يعني احنا لازم نجد حلول للاختناقات ببغداد. تفضل استاذ زميلي قال بناء مجمعات، هسه بناء المجمعات هسه نشوف المجمعات السكنيه كلش غاليه الكلفه كلش، يعني ما حد يقدر يشتريها الا اللي يعني متمكن. طيب. فاني هذه المجمعات مو استثمار الدوله، هذه استثمار خاص، فطبيعي تكون بهذه الاثمار. فالدوله كلش يعني قليله بهذا مقله بهالشيء. انا يعني بفكري انه واحد يعالج هاي الامور، توزيع قطع اراضي للموظفين والباقي الطبقات حسب الاولويه. هذا الحل وعلى اطراف بغداد. طيب. يعني اليوم وتسهيل لهم قرض الاسكان، هاي راح احل فد ازمه كلش كبيره للمواطنين. احنا اليوم يعني العيشه والبيت هذا فد مشكله وازمه تعاني من عتها اغلب العوائل العراقيه. ويمكن حتى تسبب مشاكل مجتمعيه. اكيد اكيد، لان ضيق العيش والايجارات توقع على كاهل عفوا الام والاب، فراح يصير يعني نعم ضغط نفسي. اذا بسؤالي الاخير من فقره العدات، المشاكل اللي شخصتوها استاذ حسام، اي لجان داخل مجلس محافظه تشوف نفسه قادر على تاديه الخدمه؟ نعم طبعا، عضو مجلس محافظه متاح له ان يعمل في كل الملفات الخدميه، ولكن من حيث اللجان له على سبيل المثال ان يتراس لجنه ويكون عضو في لجنه اخرى. طيب. حتى يكون التخصص متاح من خلال الاختصاص، من خلال الرغبة. طبعا كل اللجان إن شاء الله قادرين أن نعمل بها، وكلها متضمنة في برنامجنا الانتخابي، ولكن لعله حسب الأولوية. أكيد مثلا لجنة الاستثمار على سبيل المثال، ممكن أيضا لجنة البيئة في صميم الاختصاص، يعني ممكن لجان الرعاية الاجتماعية، ممكن في هذه اللجان كليتها ممكن ان شاء الله نعمل ونقدم خدمه باذن الله. اذا كانه اول لجنه راح تكون لك هي لجنه التربيه استاذ وسام، لو بالك اكيد يعني واتمنى اراسها كتربيه وكلجنه امنه. انا سابق ضابط الشرطه فعندي حس امني يعني، ومنزلت الخدمات. انا اولا منها اناشد الحكومه واناشد المحافظه والامانه، ليش غرقانين بالشتاء وعطشانين بالصيف؟ ليش بالشتاء ما عندنا مي دافي ها ونعيش بيئه مرتاح؟ ليش بالصيف كاتلنا الحار وبالشتاء كاتلنا البرد؟ معقول العراق يمتلك من الامكانيات البشريه والله مفضل علينا منطينا رزق اللي هو الله سبحانه وتعالى متفضل علينا، ليش ما نستثمره بالطريقه الصحيحه؟ ليش احنا اصحاب النفط نستورد الطاقه من الخارج؟ ليش احنا ما عندنا مخزون مائي بالصيف وغرقاني بالشتاء؟ يعني احنا باقل مطره دلاحظ فوضى في بغداد، شبكه عنكبوتيه غير حتى متليق بينا كعاصمه احنا كبغداد، جزء يعني شلون واحد الاب قاعد يم ابوه، الحكومه موجوده وابنها قاعد يمها ويفتقر لجميع الخدمات، هاي يعني مشكله، هاي مشكله، واحياء بغداد غير نظيفه، الشوارع غير نظيفه، المفروض احنا نثقف المواطن، اعتبره هذا بيتك، غرفتك، نظفها، تابعها، حافظ عليها، اعتبره جزء انت، يعني اعتبرها ملابسك، تقبل احد ملابسك يوسخها. فالناشد الحكومة أريد إجراءات سريعة، إحنا مو موفر مسوي خدمات، ومسألة الرعاية يعني حتى أو بالنسبة الانتخابات السباس والخدمات والتبليط عيب. الناس أهل خير وأهل العراق ترى أهل خير وأهل مضايف، أنت مو تنطي سباسات وبعد ما تشوفه وراء الانتخابات بنشوف المرشح على قولتي ست تليفونه. أنا أقدم حلول ها مسبقة حتى من يجي. طيب. أنا مقدم قائمة ترشيح، أنا منجز، عندي منجز أمني، منجز خدمي، منجز سياسي، منجز اقتصادي. الناشد الحكومه مساله الدولار، يعني مساله الدولار يعني شلون نقول اثقلت كاهل المواطن، المواطن عنده راتب ومؤجر، شنو الحياه اللي عايشه؟ عنده بيت وما عنده فرصه عمل. هاي عباره عن اللجنه الاقتصاديه، انت ردت لجنه الخدمات. يعني مو هي مشكله، هي كل عراقي هو سياسي بحد ذاته، اعتبر كل مواطن ستناقشه يناقشك سياسه. طيب. ويناقشك اقتصاد. واللي يعيش الازمه يدور على يدور عليها. فخلينا نشوف ست انسام واي لجان هي اقرب لكم. والله اني اقرب اللجان الي واحب الي هي الرعايه الاجتماعيه. انا احب اخدم الناس اللي محتاجه اكثر من كل شيء، يعني اعتبرهم اني هذول اشد الناس احتياجا، يعني الناس الفقراء، الناس اللي ما عندهم دخل، الناس الكبار بالسن، وهماتينا طبعا هاي الفئه ما حد ذكرها، فئه المتقاعدين. طيب. الكبار بالسن يكبر يروح يتبهدل بدائرة التقاعد، ما يلقى أحد يلبي له، وتلقيهم أكثرهم عجزة وتعبانين ومرضى.
زين هاي الفئه انا اريد اهتم فيها. هاي تنحل يمكن بالحوكمه الالكترونيه في حاله ممكن. حققت ممكن أي. تسهل من سير المعاملات لهذه الفئات أكيد. وغيرها من الفئات. اكيد ف يعني سولفت قبل شويه قبل لا انتقل للفقره الثانيه على موضوع المقاطعه والمشاركه وما بقي الا ايام قليله. فشنو توقعاتكم النسب المشاركه استاذ حسام؟ نعم. من خلال المتابعه للانتخابات منذ 2009 ولغايه اليوم. دائما التعويل على الايام الاخيره التي تسبق الانتخابات. واليوم من خلال ملاحظتي عبر العمل مع شرائح المجتمع المختلفة التي لم أبتعد عنها يوما، من خلال التواصل مع الزملاء شرائح المجتمع المختلفة، استقبالي للداعمين في المكاتب المختلفة، أرى أن المشاركة ستكون جيدة بإذن الله تعالى، والنسبة أيضا جيدة بإذن الله تعالى. لا أحب أن أعطي أرقام، يكفي أنه نكون إما متفائلين أو متشائمين. شخصيا متفائل جدا ومتفائل، وتفاؤلي عذرا مبني على واقع ملموس من خلال المجتمع. الأصداء الإعلامية متاحة وموجودة للكل، ولكن يبقى التعويل على نبض الشارع الحقيقي. اليوم هنالك مرشحين حازوا على ثقة وحب ورغبة الدعم من قبل أبناء مناطقهم ومحبيهم والمتواصلين معهم، بالتالي هم من سيضمنوا ارتفاع نسبة المشاركة بإذن الله تعالى. أستاذ وسام، أنت اليوم أشرت للمقاطعين ودعتهم أيضا للمشاركة. يعني إحنا في البداية نقول إحنا مرشح نفس محافظة، هو مو مناطقي. طيب. على مستوى محافظة صحيح الأساس أنه الركيزة منطقتك، القاعدة الأساسية ومن ضمنها انتقال جميع بغداد. أنا جولت في بغداد جميعا، استقبلت ومن ضفتها أنا تجولت حتى أشوف مناطق بغداد من ضمنها العشوائيات. يعني أكو تخوف، أكو اندفاع، وأكو مقاطعة. أكو اندفاع نوع الانتخابات لكن يخافون من جانب آخر. نتمنى أن يكون الانتخابات والمشاركة تعبر نسبة محددة، ال 15% كل مرة يشاركون نأمل أن يرتفعوا إلى 50 و60 و70 إلى 100%. صوت المواطن هو التغيير. هو نفس الوقت يقول لك أنت لا تطلع تنتخب بس يحش الجمهور اللي إليه حتى يفوز، لأن أكو منافسين. صدقوني ثقوا بالله سبحانه وتعالى، المواطن هو بيده التغيير. خروجك أهل بغداد 6 مليون راح يغير مو 100%، راح يغير 500%، لكن 15% إذا بقوا سيكون الوضع من سيء إلى أسوأ، لكن 80% إذا خرجوا لا سيكون تغيير 500% إن شاء الله. ست أنسان، شنو توقعاتكم لنسب المشاركة؟ والله نتأمل إحنا خير إن شاء الله، بس يعني هو لازم نحثهم المواطنين كلهم. يعني اكو نسبه مقاطعه اني ويا زملائي، اني هواي حكيت ويا هواي طبقات يقولون احنا شنو سوينا قبل؟ رحنا وانتخبناهم ووعدونا وما سوونا شيء. فهذا حثهم انه انتم ذيك المره اختاريتوا مثلا مو صحيح كان اختياركم، هسه عندكم مجال انه دراسه تدرسون منو الانسان الزين اللي خلفيته او الواقع اللي هو العايش به، انه صادق امين نزيه ممكن انه يقدم الخدمات بطبيعه الشخص هو هذا. يعني ممكن يختارون ويغيرون الوضعيه، هو لازم تغيير وضعيه، تغيير وضعيه بالمشاركه. اذا قعدوا بالبيت راح يبقى الحال على ما هو عليه، ما سوينا شيء. وانتقل لفقره صوره وتعليق، وهذه الصوره الاولى اللي امامكم وعن ماذا تعبر؟ يعني ابدي علي براحتكم. هذا نعمله استاذ حسام، انت اول المتكلمين واحنا بدينا وياك، فهي ملف الصناعه وانت اشرت للفرص الاستثماريه وغيرها. ان جاز لي ان اعلق على الصوره، وصفي للصوره انها يعني معمل او مصنع للاسف مدمر، المكائن مبعثره يعني اجهزتها ويعني اغلب مصانعها شكل اليوم اجزاءها نعم الشكل. للاسف يبقى هل انه هذا يمثل الواقع الحالي ام لا؟ انا بتقديري لا، حاليا اليوم المصانع في تحسن مستمر. هل هو الطموح؟ لا ليس الطموح، ولعله في مجال الصناعه هناك دور سيكون مهم، وهو موجود لكن معطل حاليا لمجلس محافظه بغداد، ومن خلال تعامله مع محافظة بغداد ومن خلال وكذلك هيئة استثمار بغداد لزيادة عدد المصانع.
ولا بد أن تكون هنالك مصانع في الأماكن المخصصة لها وهي أطراف بغداد بعيدا عن التجمعات السكانية حسب طبعا نوع الصناعة. قد يحتاج المرء في بعض الأحيان أن يكون المعمل قريبا من المستهلك، قريبا من مركز المدينة، وفي بعض الأحيان لا بد أن يكون خارج حدود المدينة وبمحددات مسافة عن التجمعات السكانية القريبة. مجمل ما يمكن أن أقوله الصورة لا تمثل الطموح، وإن شاء الله هذا يتغير بتضافر جهود الخيرين والعاملين سواء بالحكومة المحلية في مجلس محافظة بغداد التي ستشكل إن شاء الله لاحقا أو في الحكومة المركزية بإذن الله تعالى. يعني الصورة مهمة جدا، الصورة تتحدث. نقول نحن في عام 23 والثورة الصناعية في الدول الأوروبية كان عام 1850 ما يقارب 170 سنة مناطق صناعية، وإحنا في 23 أصبح العراق مستهلك لا منتج. نطمح للحكومة المركزية ومجلس المحافظة مع وزارة الصناعة وكل الدوائر ذات العلاقة أن تنشط القطاع الخاص والقطاع الحكومي، امتصاص البطالة، امتصاص الخريجين. طيب. أصحاب جميع الحرف، أكو عندنا فنيين وحرفيين لكنهم معطلين. إحنا ليش نظل نستورد ونمتلك المقومات الصناعة وعندنا المواد الأولية؟ يمكن أشارت ننتج لموضوعة المخدرات وانتشارها والتعاطي ممكن لملمت هذه الشباب. بناء الدولة هي مسؤولة، إحنا نقول إحنا وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية، كل جهات العلاقة يجب أن شلون نقول تقدم برنامج توعوي لجميع فئات المجتمع من خلال التواصل المباشر أو من خلال الإعلام. يجب أن يعي المواطن أنه عايش ببلده، هو مو هو يعتبر هنا وطن وليس له وطن، يجب أن يكون له وطن داخل الوطن. إذن ست أنساء شو تعبر لكم هذه الصورة وشو تحيلكم؟ صورة مؤلمة، أول ما شفتها تذكرت مصانعنا إحنا يعني أنه متوقفة، يعني تخيلي أنه هيك حالها. طيب. فهي هاي لو ذوي الاختصاص يشوفوها وتتأثر بيهم يعني راح اذا رجعوا فتحوها وعمروها راح تحل 75% من مشاكلنا ومشاكل الشباب. عندنا مشكله ثانيه بالصوره الاخرى اللي امامكم ويمكن تعطي اكثر من معنى، لكن هي تتعلق بملف الزراعه. وست انساء ملف الزراعه، ملف الزراعه والله هو ملف الزراعه اهمل بالفتره الاخيره كلش نسبه الى قلة الفلاحين، والنسبة الأكبر تعول إلى قلة المياه. وبما أنه أني موارد مائية فرأساً يعني لازم أثرت الحل يمنا، بس الحل يمنا الحل هذا سياسياً ينحل، يعني مو بدينا الحل أنه لازم يتعرفين تركيا اللي سادة علينا المي، فهاي لازم حكومات. فهو هذا أنه حل لازم حل المي أول مرة يصير فتنتعش الزراعة، ولا الفلاحين دا يعانون من قلة المياه. طيب. وقلة الخدمات، قلة الأسمدة، يعني شغلات اللي يعني هسه حتى المناطق الزراعية كلش قلت. يعني إذا قلة المياه وقلة الفلاحين وحتى قلة الأراضي الزراعية اللي اليوم صارت محط للاستثمار، شلون حل أستاذ وسام؟ أنا بالنسبة لي أنا يعني من بيئة ريفية وعايش بالبيئه ونحس انه الماء هو سر الحياه، مو صحيح؟ الان احنا دنعاني حقيقه، ثاني ما اعتقني دنعاني، اولا جدول مال المي اللي يقول وزاره الري قاعد تفتر هسه، جدول كل واحد مزارع او شغل مضخات حكوميه وقت محدد، ثانيا ليش ماكو زراعه؟ لان المي ماكو، الدوله ما مهتمه بملف الزراعه، لا توفر الاسمده، لا الامكانيات، لا المعدات الزراعيه، لا عندنا الخطط هسه نقول احنا ترشيد استهلاك الماء بالطرق الحديثه بالسقي. الدوله ما عندنا شلون نقول احنا منتجين هسه مياه بامطار سيول تطلع مباشره للخليج. ما عندنا سدود، ما عندنا خزن، ما عندنا خطه عمل، عطشانين بالصيف وغرقانين بالشتاء. يعني هذا احنا عكس المألوف، شلون نقول شاب حار بالشتاء وكاتلنا البرد. ثانيا عندنا الثروه السمكيه، هسه الحكومه بدها تحارب، عندنا مزارع اطمرت بقرار انه القضاء على الثوره السمكيه. احنا ليش احنا نكون بلد منتج؟ هسه بدينا نستورد كل شيء، محارب الفلاح، محارب مربي الثروه الحيوانيه السمكيه اذا كانت الدواجن، اذا كانت المواشي محاربين بارزاقهم. ثاني هسه مساله نقول احنا البناء هسه توقف في مناطق محدده، الاراضي الزراعيه اقتطعت هسه، احنا العراق احنا نقول ابشر يا عراق، هسه احنا رمز النخله مخلين، النخله ما لها بقى وجود بالعراق.
تم قطعها وتحولها الى مناطق سكنيه. ها طيب. احنا نقول هسه نقول شعار، نقول مشروعنا ابشر العراق مشروعنا افضل، رمز النخله. يجب ان نرجع للعراق نقول رمزه وهو النخله. ها من ترجع النخله يعني يرجع الخير لجميع العراقيين جميعا. هي ملفات كثيره لكنه احنا نقول نخاطب المواطن. طيب انظر انظر للمرشح كقائد لك، كاخ لك، كاب لك، لا تنظر له انه مساله فائده. رسالتك للمواطن، وخليني انتقل للاستاذ حسام. لا. حلك او حلول مقترحه ممكن لملف الزراعه. احسنتي، هو هذا السؤال هذا السؤال الصحيح، لان الشعارات كثيره والمشاكل يعرفها المواطن، المواطن هو خبير بمشاكله. لعله اكثر ما يحزن هي مثل ما تفضلوا الزملاء انه مشكله الفلاح في هذه المعمعه الكبيره. طيب. قله المياه. ولكن حتى نكون نبتعد عن الاثارات بشكل عام ونعرف بالضبط المشكله وين ونضع لها الحلول. للاسف اصل المشكله ذو طابع مركزي وقد يكون سياسي بامتياز. منابع الانهار الكبرى عندنا اللي هي دجله والفرات من خارج العراق، وضعف المياه بالتالي يتطلب عمل وزارة الخارجية. يبقى ما نعمله نحن في بغداد. على بغداد مسألتين مهمتين، اللي هو من خلال الذراع التنفيذي لمجلس المحافظة وهو المحافظ أو محافظة بغداد لو صح التعبير، محاولة أو العمل على صيانة المياه، موارد المياه اللي داخلة إلى بغداد والاستفادة من كل قطرة منها، تشجيع المشاريع الروائية بالطرق الحديثة. نعم. تشجيع أو إنشاء محطات معالجة المياه ومعالجة المياه الثقيلة، هذا في جانب. وفي جانب آخر أيضا قدر الإمكان زيادة المساحات الخضراء داخل العاصمة بغداد، وتوعية المواطنين بأهمية هذا المورد الكبير، وتأسيس المنشآت التي تعمل على صيانة هذا المورد المائي المهم من خلال التخصص الأكاديمي في الهندسة البيئية. هذا هو صميم عملي، وشهادة الماجستير أصلاً لي كانت عن إنتاج المياه بشكل عام. إذن توافقون إن شاء الله ونستفيد شاء الله. من اختصاصكم في إدارة هذا الملف. وأذهب للدقيقة الأخيرة اللي تمنح لحضراتكم وتوجيه رسائل لجمهوركم، وإحنا باقينا أيام قليلة جداً لخوض هذه الانتخابات. أبدأ منك أستاذ حسام والكاميرا أمامك. تمام. لكل من وثق بي خلال الفترات السابقة وكرس هذه الثقة بدعمه لي في هذه الانتخابات، أقول شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله سأكون عند حسن ظنك. تعاوننا معا وعملنا أن نبتعد عن الشعارات. أنتم تعرفون من هو حسام الربيعي وعملتم معه. لمن لم يتعرف بعد على حسام الربيعي، سواء بتقصير من حسام الربيعي أو لضعف التواصل خلال هذه الفترة الماضية، أقول له نحن نعمل ولا نتحدث، عملنا هو من يتحدث عنا. بالتالي المرشح الذي يقف أمامك لديه خبرة جيدة بإذن الله تعالى، سيعمل من أجلك ويبتعد عن الشعارات الرنانة، لأنه يعلم ويعي بالضبط ما هي مهامه الدستورية والقانونية. وبإذن الله تعالى سأكون خياركم وخادما لكم وعاملا معكم. شكرا جزيلا. الدقيقة الأخرى لك أستاذ وسام. نقول جمهور الكريم وجمهور بغداد الحبيب، خروجكم للانتخابات سيغير، سيغير أفضل. نحن نقول عندنا بالمصطلح تكلم مع العراق يقول لك أبشر، فنقول له أبشر يا عراق، أبشر يا عراق، أبشر يا عراق، نحن جينا لخدمتكم ونحن لسان حالكم، وما نمتلك من خبرات سنفوضها ونطورها لخدمة المواطن البغدادي في جميع القطاعات حتى يعيش حياة كريمة مستقرة له ولأولاده وللأجيال اللاحقة، وسنصحح الأخطاء السابقة. سنصحح الأخطاء السابقة. إذا الدقيقة الأخيرة لكم ستنسى. أكيد، هو أي زميل بشعارنا أبشر يا عراق، أبشر يا عراق. لكل من منحني ثقته وطاني صوته أكيد ما أقدم للشعارات آني، ولا أقول يعني شيء عندنا فانوس سحري نحقق، بس إن شاء الله الأيام تثبت له أنه إحنا نعمل لخدمته.
إذا كل التوفيق لكم ست أنسام وأستاذ وسام وأستاذ حسام، كنتم ضيوفا كرام في هذه الحلقة وموفقين في خوض هذه الانتخابات، عسى أن تكونوا زملاء في مجلس محافظة كما كنتم زملاء في هذه الحلقة. إذا شكرا لكم مشاهدينا وشكر خاص لكادر العمل وإلى اللقاء.